بجد مش عايزة ألعب اللعبة دي بجد مش عايزة ألعب اللعبة دي بجد يجيلي شلل أطفال هاي يا جماعه عاملين ايه؟ احنا دلوقتي هنلعب بقيه الليفلز المدفوعه اللي هي المستويات المدفوعه بتاعه ماريو سوبر رن من نينتندو. احنا لسه جايبينهم. انا قلت ان انا هلعبها معاكم، ومفروض ان احنا لسه في وورلد 1، ومفروض ان احنا نخلص يعني كل عالم فيه 3 وبعد كده النهايه. فاحنا دلوقتي هنعمل نهايه وورلد 1. اوه ده الوحش، هنعمل فيه ايه؟ المفروض اعمل فيه ايه يعني؟ مش فاهمه، مش فاهمه المفروض اعمل ايه بصراحه. تعالى برضو. بس كده ده اللي كنت المفروض اعمله. ماشي اوكي، خلصنا عالم الاول في ماريو سوبر رن. تمام بالراحة. اوكي. باركينج. ممكن نعدي المستوى ده؟ لا 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 لا. اوكي. I'm good. والله فوقي. شكرا. ده كده اخر ليفل في العالم الثاني. الموضوع بقى انتنس جدا يعني، واحنا لسه في العالم الثاني، فاللي هو يعني مش عارفه بصراحه اللعبه دي هتجيب لي ايه بالظبط. بس هي نفس احساس فلابي بيرد يعني، لو انتوا حضرتوا فلابي بيرد كانت عامله ازاي. لا 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 لا. اوكي حلو. لسه معانا بالونتين. ماشي مش مهم، انا مش فارق معايا اي حاجه غير ان انا اعدي الليفل. بس سيبني في حالي. اوكي. ايوه خد يس. بليز ما تخلينيش اعيد. ايه ده؟ ايه الباص ده يا مامي؟ انا المفروض اعمل ايه يعني؟ لا ايوه كده بس اجري. يلا اوكي. تخبيط. مش هلحق البتاع ده. لا ايه ده؟ I'm sorry. تمام. موضوع يعني اعصاب، موضوع اعصاب جدا. بليز مش خاطري. جميل. اوف لا كنت هاخده بالحضن. مش عارفه اعمل معاك ايه. انا مش عارفه اعمل معاك ايه بصراحه. انا بجد ما اعرفش اعمل معاك ايه. هنط مرتين دبل تاب. انا خايفه منه. لا اوكي. اعمل ايه بعد كده؟ ماشي ايوه. وبعدين لازم انط فوقيه تقريبا. ماشي. يلا هنط فوقك دلوقتي حالا. There we go. Yes. Woohoo. نط تاني. 30 فريمز بير سكند. ايوه لا هي بطيئة هنا شوية، لكن ايش تاني؟ عامل زي الاهبل وانا باصص فوق وباصص كده لتحت. نجمة حلوة. بتعمل نجمة. ببقى قوي؟ معرفش ايه النجمة دي. بخش في أي حاجة في الصرف. ايه ده؟ اشمعنى عمرها ما جاتلي؟ عشان أنا جامد جدا. لا عشان احنا تقريبا نطنا كتير جدا. راحت ليه؟ هنا لازم ابص عشان البالونه، فاهم؟ البالونه لازم اشوفها. يلا اوكي انا همشي بعيد. بص نط ما تنساش. لا هخبط. فوت بخبطه كم مره بقى؟ معرفش انا جربت مرتين وماتش. اول مره بتاع خبط. حاسب
تخبط تنزف ايه بليز عديها بليز او ماي جود يس بس كمان دي كانت نهاية الفيديو كده كسبنا اللعبة ما اعرفش تصور ايه مش عارف بس اللعبة صراحة يعني سهلة جدا داخل ليفل لا مش اخر ليفل وبس يا جماعة ده كان اخر ليفل في العالم التاني شكرا لأحمد عمر انه خلصه لي لان انا كنت متعصبة بس احنا كده خلصنا اللعبة نزلت بس على iOS فنزلوها هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن ازاي تنزلوها او الاب ستور بتاعها وهتنزل على الاندرويد في 2017 يعني نشوفكم في فيديو تاني باي